والمؤاخذة حضرتك بتعملوا ايه هنا؟ زي ما انت شايف بلعب في شقتي الجديدة وفي مكتبي الجديد. اوكي تصبح على خير. وانت من قالوا حلاوة يابا. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده محامي الصبح وحرامي الشقق بالليل، واللي معاه دي بيقول انها مراته. دول قرايبك يعني؟ قرايب منين يا ابني؟ والله ما اعرفهم. امال ايه؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ انت حرامي؟ اه. طب مش بتسرق ليه؟ اقعد ساكتي. اه يعني ايه؟ يعني انت حرامي؟ ايه ده يا بابا؟ ها؟ انتوا مين ودخلتوا هنا ازاي؟ احنا اصحاب الشقه. إيه انتوا اللي مين؟ ايه اللي انتوا اللي مين؟ انت شايفنا نطين لك من الشباك؟ ما احنا طالعين من القوض اهو. مين حضرتك؟ هو اللي احنا هنعيده وهنزيده؟ احنا اصحاب الشقه ومعانا عقد مسجل خطر. انا هبلغ البوليس. فين الموبايل يا بابا؟ هطولها الموبايل يا بابا. بلغ البوليس يجي يشوف العقدين ويقول يبقى الحال على ما هو عليه ونفضل طول عمرنا في فيلم غريب في بيتي. لا بقى يا حبوب، ما تجيليش انا بالذات بقى في الافلام، لان في لقطه انت ناسيها كويس قوي. هتقول له يا بابا ولا اقول له انا؟ يا حبيبتي ما دام انت عارفه قولي له انت. اوكي. اللي ما تعرفوش حضرتك ان الشقه دي تمليك ومفيش مالك غيرنا. اه عقد تلكيك. طب ممكن اشوف العقد ده؟ ما تهددنيش بابا. نعم. اديله العقد. هو فين؟ معاك يا بابا العقد؟ المفروض يا حبيبتي، بس بقى لي مده ما شفتوش، مش عارف فين. ايه ده يعني ايه؟ معاك العقد ولا مش معاك؟ كان معايا، حاليا ما اعرفش راح فين، بس ان شاء الله هنلاقيه. يبقى مبروك عليك الشقه يا شطافه. حلو يا زعافه، انت مبدع. وعشان كده بقى مفيش عقد للشقه، امهلكوا 3 ايام تاخدوا حاجتكوا وتغوروا. افتكر يا بابا من فضلك فين العقد؟ هنترمي في الشارع كده يا حلواني. هتشحططنا؟ الهي شحططك في الشوارع يا رب. هنتشحطط من غير ما تدعي. اسكتي. افتكرت. ايه؟ انا سبت العقد مع الاوراق المرحومه امك مع حماية. ابويا؟ ايوه. طيب تمام، بكره الصبح بقى تصحى من بدري كدهوت وتروح له وتاخد العقد. لا انا ما ينفعش اروح، متخانق معايا ومش طايقني، وبعدين هو ما كانش راضي على الجوازه دي، يعني من على الباب هيطردني. بس استحاله جده يسيبنا نترمي في الشارع، انا هروح له بنفسي. انا هاجي معاكي. فكره حلوه يا لهف، قوي قوي. ادي بوسه. جدو حبيبي. اهلا. ازيك يا جدو؟ اهلا اهلا. انت مين يا معفنه؟ انا لهفة عفتك يا جدو، بنت بنتك اعتماد، وده مرتضى ابن بنتك ابتهال. انت بنت حلواني؟ ايوه مظبوط يا جدو. ربنا يحرقه بجهاز حلواني. معلش يا جدو. والحماد ده مين بقى؟ ايه يا جدو؟ ده مرتضى يا جدو، حفيدك. مرتضى وحشني يا جدو. والله ما اعرفها يا بنتي. معلش يا جدو، دلوقتي احنا كنا عايزين منك خدمه، عشان احنا هنترمي في الشارع. فين عقد الملكيه بتاع الشقه بتاعتنا؟ ايوه مش انتوا اللي جايين عشان تدوني الحقنه؟ بص يا ابني انا حلف. تلف ايه؟ استنى جدو، حقنه ايه؟ ركز دقيقه واحده يا جدو، قولي له يا بنتي. بص يا جدو يا جماعه بعد اذنكم ما تطولوش عليه اكتر من كده عشان حالته ما تسوقش، الذاكره بتروح وترجع له كل 5 دقايق دقيقه واحده بس، فبعد اذنكم مش هينفع تقعدوا معاه تاني عشان صحته ما تسوقش. ايه كل 5 دقايق دقيقه؟ ده مرض ده ولا باقه؟ انت جاي تهزر؟ لا مش قصدي. طب ممكن تدي له حاجه تخليها كل 50 دقيقه ترجع 10 دقايق؟ لا مش ممكن. ما هي نفس النسبه. شكرا يا ميس نيرس، شكرا. بص خليها تديني بوسه. حاضر اخليها تديك بوسه لو قلت لي بسرعه جدا فين عقد الملكيه بتاع الشقه بتاعتنا. 5 minutes. عقد الملكيه مين اللي بقى في ده؟ ده زفت الطين. بصي انا اجرت الشقه لدكتور سنان. وفي الشقه بقى هتلاقي قدام الكوريدور صوره لواحده ست عريانه زلبوطه. تمام جدا. بس ايه كده؟ هي ده عندنا في السينما اسمه لونجير. هي انا بقى ايه؟ اخد ورا الصوره خدت الملابس بتاعت الست الداخلية دي والعقد بتاع الشقة ودفنتهم في الحيطة ورا الصورة.
يعني العقد جوه الحيطه ورا صوره المدام الزلبوطه. ايوه تمام جدا يا جدو، ميرسي قوي، ربنا يقومك بالف سلامه. انتوا مين بقى؟ انا لميس الحديدي. وانا جمال عبد الناصر يا امي. مع السلامه. باي باي يا جدو. جبار جبار في رئته جبار. انت بقى من حديد يا اسطى، انت رايح فين يا داخل الحمام؟ اشمعنى؟ اشمعنى ادخل الحمام يعني اذاكر داخل عشان تعبان؟ الكلام ده كان زمان حيث الازمنه الغابره، حيث السداح مداح، حاليا دخول الحمام بكسكره من زعافه. ايه تذكره ايه؟ انت بتدخل بتذكره؟ هو بتذاكر دلوقتي خلاص. انت كمان بتدخل بتذاكر؟ لا انا ما بدفعش، انا باخد عليها نسبه وبخش الحمام ببلاش وادي الفلوس للمعلم واشتغل واخد فلوس. وبتاخده كام بقى على القعده؟ بجنيه. بجنيه؟ خمس دقايق بس. خمس دقايق ازاي؟ احتمال اطول. تدفع. يعني هو السعر بالحزقه؟ الله العظيم. لا كله بالستوب ووسط، تقعد هيخش يجيبك من جوه لاما تدفع. انا بس عشان مزنوق وتعبان دلوقتي. خد. هتقعد قد ايه؟ حسب التساهيل يا ابني، انا عارف هقعد قد ايه في اليوم كل مش فايد ده. تمام خلاص خش. دي الكسكره؟ تذكره استعمال حمام لمده خمس دقايق، اي زياده نص جنيه في الخمس دقايق الثانيه وربع جنيه على كل دقيقه بعدها. الله العظيم، ده انا لو حركن قدام سيتي ستار مش هدفع ده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه من فضلك، احنا كنا عايزين نكشف. تكشفوا انتوا الاثنين؟ لا المدام. حاضر، بس ثانيه واحده اشوف الدكتور جوه. لا والف سلامه. الله يسلمك، معلش درسي هيموتني هيموتني. يا درسي. هو انت درسك بيوجعك فعلا؟ لا يا ابني انا بمثل عليه، حتى انت صدقت؟ يا بنت ال لهفه، انت فعلا ممثله هايله. ميرسي يا مرتضى، مع ان ده كان ارتجال، انا مش محضره حاجه. كمان؟ بقول لك ايه؟ دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه بالظبط؟ مش عارف، بس اكيد الدكتور مش هيخلينا نكسر له الحيطه وندغدغ العياده. مهمتك بقى ان انت تلهيه. بس انا بخاف من دكاتره السنان قوي، وانا تاتش وود الله اكبر، يعني اسناني جميله. انا عارف انت هتقولي لي دي قمر. ما هو بس مفيش حل تاني، انت وظيفتك ان انت تلهي الدكتور وانا هلهي التمرجي، بس مهما يحصل اوعى تخلي الدكتور يخرج من اوضه الكشف. دونت وري، لو عايز تخرم الحيطه وتدهنها تاني تيك يور تايم، براحتك خالص، اهم حاجه بليز ان انت تنجز لحسن يخلع لي درس ولا حاجه. لا لا ما تخافيش ما تخافيش. اتفضلي يا مدام، الدكتور في انتظارك. ادعي لي يا بيبي ادعي لي. معلش معلش اتفضل. شكرا. صباح الفل يا صاحبي. صباح الفل يا جنتل. سيجارة. ماشي. خد سيجارة، طلع سيجارة. يدوم أول دور. ماشي. اسمك كريم إيه بقى؟ أنا اسمي عباس وبيدلعوني ويقولوا لي يا بيسو. طب يا بيسو ممكن بس طلب يعني سخيف، ممكن قهوة على نار هادية وتاخد راحتك. بس كده من عينيا. يا يا إيه؟ أصل أنبوبة البوتاجاز فاضية، أعمل لك شاي. انت مش بتقول الانبوبه فاضيه؟ ما انا هقلبها على بقها، ما بيقول لك في المثل ايه؟ اقلب الانبوبه على بقها ينزل الغاز منها. تمام اعمل لي شاي. يلا يا بيسو. حبيبي يا بيسو. كان قال ثلاث خطوات. واحد اثنين ثلاث. العقد هنا. حاسس ان انا في الجنة زي ما كنا اشطان وارتحت. انت بقى من حديد، انت ايه رايح فين يو؟ الله داخل اوضتي. لا مفيش الكلام ده، انا مش نبهت عليك ان كلكوا تقعدوا في غرفة واحدة فقط؟ بقولك ايه، وانجزوا وشيلوا حاجاتكوا وامشوا من هنا، ما عنديش وقت، وعشان خاطر زعافة عندي شقق وضع يد لو حايز. ايوه يعني ايه كلنا في اوضه واحده؟ انا في ستات هغيروا هدومهم معانا كده؟ انت عداك العيب ونطر، عشان خاطر زعافه الستات والحريم يجوا يغيروا عندي في الحمام بس بكسكره. ايه ده؟ ثانيه واحده. الو. ايوه مكتب المتر شطفه. انا لا مش فاضي، هو قاعد في المشطفه دلوقتي.
اقول له مين؟ ماشي يا معلم. ايه؟ منصور الدقاق بتاع غسيل الاموال. صلى على النبي، قول له يفوت عليا بكره هنا في المكتب. واحد عنده قضيه غسيل اموال؟ لا قضيه ايه؟ ده الحاج بيبعت لي الاموال في الدراي كليم، اخدهم شطفتين بالفرشه عشان بيحب الفلوس نضيفه وجديده زي فلوس العيد. بس انت فين مالك؟ يا خبر ابيض، مش معقول. هو حضرتك ولا مش حضرتك؟ انا شاكه بس محرجه اقول الاسم. حضرتك استاذ حسن الشافعي؟ لا، على فكره حسن الشافعي ده زبون عندي في العياده، وهو اللي واخد النقله مني. الف سلامه على حضرتك. في ايه؟ في حاجه يعني غير طريقه كلام حضرتك خالص. معلش، حسن الشافعي؟ بقول لي حسن الشافعي ده قال لي جيلي هنا العياده وهو اللي واخد النقله مني. إيه استاذ حسن الشافعي، اخد حاجه من حضرتك بتلق؟ اللق اللق. ماشي يا فندم، مفيش مشكله. حضرتك بتشتكي من ايه بقى؟ انا ما بشتكيش من حاجه معينه، يعني هو ممكن حضرتك تكشف عليا وتشوف لو في مشكله ظبطها. المشكله ايه بقى؟ في الشق الفوقاني ولا الشق التحتاني؟ لا اله الا الله، نو كومنت. ربنا يسامحك يا جدي، حتى يحط عقد جوه الحيطه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت اللي بره ده؟ يا لهوي، هيفجروا العياده ولا ايه؟